ومركز طفل الحضارة والإبداع هو واحد من أهم المراكز الثقافية لتنمية وعي وثقافة الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. المركز بيتكون من 14 فدان بتمثل 80% منه حديقة تعليمية، الحديقة نفسها مخصصة لبرامج تعليمية متميزة، بالإضافة إلى مبنى المتحف ومبنى السينما والمكتبة، بالإضافة إلى منطقة ألعاب في المنطقة نفسها. المتحف نفسه مكون من 4 طوابق. بشكل عام المتحف بيتكلم عن إسهامات الحضارة المصرية في العلوم الإنسانية من العمارة والفن والطب والفلك وكل العلوم الأخرى وعلوم الزراعة وطرق الري، كل هذه المجالات اللي احنا بنفندها من خلال رؤية متحفية متخصصة لتقديم برنامج تعليمي توعوي للأطفال وأسرهم للتعرف على مزايا الحضارة المصرية من خلال بعد آخر، من خلال البعد الخاص بالتعليم المتحفي المرتبط بسياقات تعليمية في مجالات علمية متميزة، وإزاي أن المصري القديم قدر أن يسبق العالم كله وأن العالم كله خد منه هذه العلوم ويطورها فيما بعد. وبالتالي احنا بننمي النشأة الأولى للحضارة، وبالتالي بتقديم برنامج تفاعلي من خلال برامج تفاعلية موجودة داخل المتحف، من خلال الشاشات بتعرف على كل الموضوعات، من خلال معروضات مسموح له أنه يتفاعل معها باللمس وأنه يتفاعل معها بكل حواسه، وكمان عنده مجموعة من الأفلام والبرامج اللي بتزيد من التعريف بالحضارة بشكل واسع، سواء كان عن النيل أو عن الزراعة أو عن الحصاد أو عن الري أو عن الاحتفالات. كل دي برامج موضوعة وبشكل دقيق على أساس أن نبرز فيه مظاهر الحياة في مصر القديمة وأنه يتعايش كأنه طفل في هذا العصر. احنا النهاردة موجودين في الدور بتاع الخاص بالحياة اليومية في مصر القديمة. الطفل لما بيجي بنسأله دايما سؤال، انت مين؟ هو كان بيحاول في طول الدور ان هو يجاوب على سؤالة انا ابن النيل، فهو بيعرف ازاي النيل اثر في حياة المصريين، فبيبتدي الجولة بتاعته من ان هو بيكتشف النيل، بيكتشف يعني ايه فيضان، وبيتعرف على فصول السنة في مصر القديمة. بنبتدي بالفيضان، بيعرف ايه العملية اللي بتتم وايه اصلا الفيضان، بيشوف فيديو عن ازاي الفيضان ده بيحصل وازاي الفيضان اثر في حياة المصريين. الحاجة اللي بعد كده بيتنقل عشان يعرف نهر النيل اصلا جاي منين، وازاي نهر النيل ده مش بس بيأثر في مصر، ده بيأثر في كل الدول اللي بيعدي عليها اللي هم 11 دولة. بينتقل بعد كده عشان يعرف ايه طبيعة النيل وازاي النيل ساعد المصري ان هو يكتشف ادوات الزراعة، مش بس ان هو يعرف الزراعة. وفي طول الدور احنا بندي الطفل تعليمات ازاي، او بنخليه يوصل لقناعة ان هو ازاي يحافظ على نهر النيل، وازاي يعرف ان المصري القديم كان مهم جدا عنده نهر النيل، وكان عنده من اهم التعليم اللي موجودة عنده ان هو دايما في فصل اسمه 125 من كتاب الموتى بيقول انا لم ألوث ماء النيل، على طول بيأكد ان ازاي النيل ده كان بيحافظ على البيئة، او ازاي المصري القديم كان بيحافظ على البيئة وعلى نهر النيل، وده بيخلينا نأثر في الطفل ازاي بيحافظ على البيئة المحيطة فيه. كمان بنعلمه ازاي عن الحياة في مصر القديمة، جزء منها التعليم، وان ازاي التعليم هو مهم جدا عند المصري القديم، وان المصري القديم كان متبني فكرة ان العلم نور زي ما احنا متبنيينها دلوقتي، وان ازاي ان كان المصري القديم بيعتقد ان الكلمة اهم من العمل، فكان بيقول ان من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها او من ضمن المعتقد بتاعه ان الكلمة باقية في النجوم زي السماء. عشان كده بنلاقي ان المصري القديم دايما واخد رمز النجوم او كلمة سبايت اللي كان معناها نجمة عند المصري القديم عشان يقول بيها ان هي دي خاصة بالتعليم. ومهم جدا ان احنا نربط الولاد بالحياة المصرية او باللغة المصرية القديمة، فبنشوف عندنا نموذج لحجر رشيد وبنبتدي نفهم الولاد العملية قامت ازاي، وازاي كان اكتشاف حجر رشيد ده مهم جدا عندنا لاكتشاف الحضارة المصرية القديمة.
بننتقل بعد كده عشان نعرف رحلة الصيد وازاي المصفي القديم كان بيصطاد، وازاي زي ما كان مهم ان هو يكتشف كل حاجة حواليه كان عنده رموز ممكن يشوفها، ان الرموز دي بتأثر على عملية الزراعة عنده وعملية الصيد فكان ممكن يحاربها، بس ما كانش بيموتها وما كانش بيأثر على البيئة وبيأثر على الطبيعة اللي موجودة حواليه. كمان بننتقل بعد كده عشان يعرف ان عملية الزراعة واللي هو الفصل الثاني عنده او في السنة المصرية القديمة، ويبدأ يعرف ايه الزراعة وكان بيتم ازاي، هل الزراعة دي هي بنفس الطريقة اللي مستخدمة عندنا حاليا، فبنأكد عليه ان لسه في اماكن لغاية دلوقتي بتستخدم نفس الطريقة اللي كان بيستخدمها في مصر القديمة، فده بينقلنا لفكرة ان التراث الحي او التراث اللامادي اللي بينتقل من جيل لجيل، فبنأثر على الطفل كمان ان هو بيتعرف يعني ايه تراث، مش بس هو بيعرف حياة مصر القديمة. بعدين بنبتدي عن المعابد وازاي بنى المعابد وازاي المصري القديم كان مهتم جدا ان هو يكتشف حتى الاحجار اللي موجودة حواليه، وفكر ازاي يستخدم بابسط الطرق اللي موجودة حواليه ان هو يبني. وننتقل بعد كده ان احنا بنتكلم عن المقايضة وازاي السوق وازاي المقايضة دي هي بتأثر في الطفل، ان هو لازم يبقى فيه تكامل وتعاون ما بينه وما بين جيرانه او ما بين كل حاجة حواليه، فده بيعلمنا مبدأ المقايضة. بنبدأ بعد كده ننتقل للسوق والزراعة وازاي صناعة الخبز، كل ده بيكون الطفل في رحلة معانا لغاية ما بنيجي لآخر فصل اللي هو فصل الحصاد او فصل الأعياد، ويبدأ بعد كده ان هو يعرف ازاي كان الحصاد بيتم في مصر القديمة، الأعياد طبيعة الأعياد كان شكلها عامل ازاي، وازاي المصري القديم كان بيحتفل، وازاي المصري القديم كان بيلعب، حتى شكل البيت اللي كان موجود معاه كان كل ده بيعرفه في الرحلة عندنا. مهمة عندنا جدا ان احنا في الدور بنأكد عن الطفل هو مين، هو ابن النيل، وان النيل ازاي اثر فيه، كمان ازاي يحافظ على البيئه المحيطه عنه، ازاي يحافظ على النيل، وازاي مهم ان هو يحافظ على كل حاجه حواليه ويستغلها احسن استغلال. كمان مهم جدا عندنا في الدور ان المصري او الطفل يعرف ان المصري القديم كان بيشوف الجمال في كل حاجه حواليه، فقدر ان هو من الخشب يصنع ادوات زي ادوات الموسيقى، من الحاجات اللي موجوده حواليه زي الملابس يصنع لنا ملابس وتيجان، ويعرف التيجان في مصر القديمة كان شكلها ايه. دور الآثار الفرعونية في متحف الطفل، هنتكلم مع بعض عن آثار بلدنا. هنتكلم عن هضبة الجيزة اللي فيها الهرم الأكبر هرم الملك خوفو، والهرم الأوسط هرم الملك خفرة، والهرم الأصغر هرم الملك منقورة. المصريين القدماء اختاروا هضبة الجيزة إنها تكون مكان لبنى الأهرامات علشان يحموها من فيضان النيل اللي كان بيحصل مرة كل سنة، فاختاروا هضبة الجيزة. وكمان هنحتاج معانا ادوات، واحنا مثلا داخلين جوه الهرم الاكبر هرم الملك خوفو هندخل من ممر صنعه الخليفة المأمون بمتفجرات علشان نكتشف الهرم من الداخل. هنحتاج معانا بعض الاشياء زي الشنطة نحط فيها ادواتنا، هنحتاج القبعة، هنحتاج الخريطة، هنحتاج الفرشة، هنحتاج ادوات زي المياه لان احنا في الصحراء، فهنحتاج شوية حاجات نستخدمها في رحلتنا في استكشاف الاهرامات من الداخل، وخصوصا هرم الملك خوفو. تمثال الملك خوفو ده طوله 7.5 سنتيمتر، ده التمثال الوحيد اللي احنا لقيناه للملك خوفو. كمان هنلاقي ان الملكة حتشبسوت والدة الملك خوفو كان ليها مقتنيات احنا حاطين منها الزينة اللي كانت بتستخدمها والمكحلة اللي كانت بتستخدمها. هنلاقي ان الملكة حتشبسوت كان ليها هرم خاص بيها جنب هرم ابنها الهرم الاكبر الملك خوفو، بس كان هرم صغير جدا. هنلاقي ان هضبة الجيزة ترابيزة هضبة الجيزة عندنا مجسم ليها في 3 اهرامات، هرم الملك خوفو مجاور ليه 3 اهرامات صغيرين، هرم الملك خفرع مجاور ليه 3 اهرامات، هرم ملك منقورع 3 اهرامات. ال9 اهرامات اللي حجمهم صغير جدا ده كانوا مخصصين لوالدة الملك خوفو او زوجاته او ابنائه. هنلاقي كمان ان جوه الهرم الاكبر هرم الملك خوفو في 4 ممرات معروفة بممرات التهوية، لكن هما كانوا بيوصلوا الملك ل4 مجموعات الرئيسية للنجوم في الفضاء، لان كان الملك خوفو
باني الهرم بغرض الدفن، فكان عامل اتصال بينه وبين الفضاء عن طريق الاربع ممرات اللي هم معروفين بممرات التهوية، لكن في الحقيقة هم مغلقين من الخارج، اللي بيوصلوا الاربع مجموعات الرئيسية للنجوم اللي هي بيتا الدب الاصغر، الفا التنين، حزام الجبار، الشعر اليماني. عندنا لوحة بتتكلم عن تطور بناية الاهرامات، هنلاقي ان المصريين القدماء في اول فكره ليهم ان في حد توفى، بداوا ان هم يحفروا له حفره في الارض، بعد شويه الموضوع تطور معاهم، بداوا يعملوا سور حوالين المدفن، بعد شويه بداوا يعملوا هرم اللي هو هرم الملك زوسر المدرج من 6 مصاطب، بعدين جه الملك سنفرو بنى كذا هرم، بس كان فيهم غلطات هندسيه زي مثلا هرم الاحمر ده حجمه صغير جدا، او الهرم المائل لانه جه في الاخر ومال معاهم فسموه الهرم المائل، ده الملك سنفرو. بعدين هنلاقي ان هم جه المهندس حيم ايونو بدا ان هو يعمل اهرامات بطريقه هندسيه، فطلع لينا بقى الهرم الملك خوفو والهرم الملك خفرة وهرم الملك منقورة، وبعد كده لقوا ان الاهرامات ديت بتتعرض للسرقه لان كل ملك بيبقى معاه المجوهرات والذهب الخاص بيه، فرجعوا تاني لفكره الدفن تحت الارض او في اماكن مخفيه عن اعين الناس. فهنلاقي ان الملك توت عنخ امون مدفون في وادي الملوك تحت الجبل، هو الجبل دوت برضو اسمه جبل القرن، نفس فكرة الصعود للسماء وإن الملك بيتحط جوه هرم عشان يصعد إلى السماء عن طريق الشكل الهرمي، فبرضو اختاروا وادي الملوك للغرض دوت لأنه هو كان تحت الأرض وفي نفس الوقت فوقيه جبل القرن. الفن عند المصريين القدماء كان ابتدى ان هم يسجلوا الأحداث العظيمة اللي حصلت في عهد الملك على المسلة، وكانوا بيسجلوا عليها الأحداث العظيمة من انتصارات، من رحلات، من أحداث مهمة حصلت في حياة الملك على المسلة. بدأ الموضوع يتطور معاهم وبدأوا يعملوا مقابر للملك، بقى مسؤول عنها الرئيس سنينجن، هو المسؤول عن زخرفة المقابر للملوك المصريين القدماء، فهنلاقي ان كل ملك بقى عنده مقبرة خاصة بيه بتتحضر أثناء حياته، بيسجلوا عليها أحداثه المهمة واللي عملها في وقت حياته. المصريين القدماء استخدموا الفن في النحت، ظهر عندنا نوعين من النحت، النحت البارز والنحت الغائر، ان هما في كتابة على الجدران غائرة وفي كتابة بارزة لبره، هنلاقي ان النوعين من النحت دولت ظاهرين جدا على المسلة اللي موجودة عندنا. هنلاقي كمان المصريين القدماء ابدعوا في فن ثلاثي الابعاد من 3000 سنة عن طريق التماثيل المجسمة اللي لقيناها في مقبرة الملك توت عنخ امون اللي هو باين فيها الجنب الايمن والايسر والامامي. كمان هنلاقي ان في اعمدة في معبد الاقصر مجسمة بفن ثلاثي الابعاد، هنلاقي كمان ان معبد ابو سمبل برضو كان ينضم لفن ثلاثي الابعاد.